ما هو التردد الحراري؟ جهاز التردد الحراري من الأجهزة الحديثة اللي بتستخدم في علاج الألم، بيتم فيها رفع درجة حرارة الجزء أو العصب المصاب أو اللي فيه مشكلة من الألم في مكان الألم جوه العصب لدرجة حرارة من 60 ل 70 لفترة قليلة، ودوت بنقول عليها تحفيز لهذا العصب، اللي بالتالي بيقدر بيعمل حاجة اسمها تحور على مستوى بروتينات الألم اللي اتكونت على هذا العصب، وبالتالي العيان دوت اللي بيعاني من آلام مزمنة، احنا بنستخدم التردد الحراري في المرضى اللي بيعانوا من آلام مزمنة لأكتر من 6 شهور وسنة، بيجيب نتائج كويسة جدا ان هو بيعمل تحور على مستوى بروتينات الألم اللي اتكونت على مستوى العصب نفسه، والعيان دوت بعد كده بيرجع الإشارة العصبية بترجع بطبيعتها مرة تانية. بعد ده امتى استخدم التردد الحراري؟ استخدم التردد الحراري في حالات التهاب المفاصل جار فقرات، في حالات الألام المزمنة للأعصاب الطرفية أو جذور الأعصاب، بستخدمه في ألام الديسك أو ألام الغضروف، ممكن أعمل تردد حراري للغضروف عشان أقلل حجمه وأخليه ينكمش لمكانه مرة تانية. دي من ضمن الحاجات اللي نقدر نستخدم التردد الحراري في علاج تعرق اليدين، نستخدم التردد الحراري في علاج الآلام السرطانية والآلام المزمنة اللي بندخل على أماكن تجمع السيمباثيتك في الجهاز العصبي المركزي ونعمل لها تحول. من ضمن الأبليكيشن برضو نستخدم فيها التردد الحراري هي مرضى اللي بيعانوا من آلام مزمنة سرطانية قوية جدا ما بتستجيبش لكل الحاجات اللي فاتت، فبنقدر نوجه دوت في النخاع الشوكي نفسه بأسلوب معين بتوجيه معين تحت الأشعة المقطعية ونوقف الإشارة العصبية. في التردد الحراري من ضمن الحاجات الأيتم أو الأجهزة اللي ممكن نستخدمها بقوة في علاج الألام المزمنة، بالأخص الألام المزمنة بعد فشل الحقن التداخلي.